السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو سوف نستعرض نصائح مهمة ينبغي لك أن تقوم بها وأخطاء ينبغي لك أن تتجنبها لكي تستعد بشكل جيد لحدث الطقس يا جماعة، لأنه لم يتبقى إلا القليل وأي خطأ سوف ترتكبه يا أسطورة سوف تضيع عليك مكسب كبير يا أساطير. لذلك سوف نتحدث يا جماعة عن القسم الجديد الخاص بدور الأبطال الذي سوف يكون معنا بعد أسبوع يا جماعة. كذلك سوف نتحدث عن حدث الطقس مختلف البطاقات التي سوف تكون، لأنه حرفيا يعني قد تم تسريب كل اللاعبين في كل الدوريات يا شباب. ثم بعد ذلك سوف نتحدث عن التوكن الذي سوف نقوم بتجميعه لكي نقوم بتبديله في حدث الطقس أصدقاء. لذلك كل هذه الأشياء سوف نستعرضها في هذا الفيديو أساطير. لذلك قبل البداية يا جماعة لا تنسوا اللايك ثم اللايك يا شباب، فاللايك فقط يحفزني على تنزيل لكم الكثير من الفيديوهات. لا تنسوا تعليقا محفزا وخلونا ننطلق يا أساطير. فأول شيء سوف نبدأ به يا جماعة وهو حدث دوري الأبطال أو طريق الى النهائي يا جماعه. فحرفيا يا جماعه نحن في الربع النهائي يا شباب، فلم يتبقى يعني خلونا نقول انه بمجرد وصول الخميس القادم والخميس الذي بعده سوف يكون هنا قسم جديد وهو قسم نصف النهائي يا شباب. سوف تنزل البطاقات للفرق التي تاهلت لدور النصف النهائي يا جماعه. فلحد الساعه لازلت انا لم العب هذه المباراه يا جماعه، والله لازلت مجمعة، غالبا سوف ابدا في لعبها اليوم وغدا يا شباب من اجل تجربه لكم حارس جديد فيها يا اساطير. اما بالنسبه للربع النهائي خلونا يعني يا شباب نتحدث، فاليوم فهي مباراة مصيرية مصيرية جدا يا أصدقاء. لدينا مباراتين من العيار الثقيلة، المباراة الأولى الخاصة بدورتموند وكذلك الأتليتيك يا جماعة، والمباراة الأسطورية المباراة بين فريق برشلونة وفريق باريس سان جيرمان. حرفيا أريد أن أقول لكم شيئا، أنه دائما عندما الكل لا يتوقع برشلونة أن تنتصر حرفيا تدمر الخصوم، لكن عندما الكل يقول أن برشلونة سوف تمر من باريس سان جيرمان والكل يعني يعول على برشلونة بالفوز يا شباب، حرفيا برشلونة تتبهدل يا جماعة. هذا هو إحساسي يا جماعة، دائما عندما أقول أن برشلونة أو عندما الكل أو تدخل للصفحات ولليوتيوبرز المشهورين الذين يقدمون تحليل المباريات، عندما يقولون لك أن برشلونة سوف تنتصر حرفيا تتبهدل برشلونة. لكن عن نفسي يعني أتوقع أن برشلونة سوف تخسر يا جماعة، وحرفيا سوف تمر باريس سان جيرمان يا جماعة. هذا فقط توقعي. أما بالنسبة للمباراة المضمونة في هذا المكان فهي فقط مباراة واحدة يا جماعة، إنها مباراة الأتليتيكو. لذلك الكثير من لاعبين الاف سي موبايل يتاجرون بلاعبين الأتليتيكو، لان الاوفر الخاص بهم سوف يرتفع مباشره بعين بعد انتهاء المباراه الخاصه بهم يا شباب، لان الكثير يتاجر ببطاقه اوبلاك يا جماعه. حرفيا اذا خسر الأتليتيكو حرفيا سوف تجد ان بطاقه اوبلاك عليها 999 يا شباب في الماركت، لان الكل يعني يعتقد ان هذه المباراه هي المباراه الوحيده المضمونه يا جماعه. لكن خلوني اعطيكم توقعي بالنسبه لمباراه باريس سان جيرمان وبرشلونه. فيعني ماذا اقول لكم يا شباب، والله اتوقع ان برشلونه سوف تنهزم اما ب3-1 او ب2-1 يا جماعه. اما بالنسبه للمباراه المواليه هي الخاصه بالسيتي والريال مدريد، فاتوقع ان السيتي هي التي سوف تنتصر يا جماعه، ولو ان حظوظ ريال مدريد كانت عاليه جدا خصوصا في مباراه البرنابيو، لان مدريد حرام يعني على فيني ان يضيع مثل هذه الاهداف. لكن خلونا نقول ان السيتي هو الذي سوف يمر يا شباب. اما بالنسبه للمباراه، هذه مباراه من الصعب التكهن بها، كلا الفريقين يعني متعادلين في كل شيء يا شباب، حرفيا هذه واحده من بين اصعب المقابلات. لكن كما قلت لكم فالكل يعني يتاجر ببطاقه الاتليتيكو، هي فقط المباراه الوحيده المضمونه يا جماعه. لذلك كما نزل التسريب الخاص بالقسم الجديد الخاص بنصف النهائي، فيعني سوف ينزل يوم 25 في هذا الشهر يا شباب، يعني الخميس القادم لا والخميس اللي بعده سوف ينزل القسم الخاص باختيار اللاعبين الخاصين بنصف النهائي يا شباب. واعلى اوفر سوف تصل له هذه البطاقه 96 كما تم تسريبه بشكل رسمي يا جماعه. اعتقد ان كل شيء يتعلق بحدث دور الابطال قد استعرضته لكم. الان خلونا ننتقل لحدث الرواد. حدث الرواد هو الحدث الذي سوف نستعمل التوكن الخاص به في حدث الطقس يا جماعه. لو سالتني ما هو التوكن الذي سوف نحتاجه فانتظروا قليلا، لانني اعاني هذه الايام من الانترنت. فهذا هو التوكن الذي سوف نحتاجه لكي نقوم بتغييره لحدث الطقس يا جماعه. فاقل شيء يا اسطوره الذي ينبغي ان تقوم بالاحتفاظ به هو 1500 قطعه التوكن. ضروري ان تكون معك من هذا التوكن لكي تستطيع تغييره لحدث الطقس يا جماعه. بالتالي ما عليك سوى ان تقوم بتفتيح كل الباكات الخاصه بك عالمي وتترك فقط 1500 توكن من هذا المكان يا اسطوره. اما بالنسبه لباقي التوكنات فيعني ليست بالضروره ان تقوم بالاحتفاظ بها، فهي فقط يعني اقسام ثانويه، لكن القسم الرئيسي وهو اعطر على الرواد يا شباب، بالتالي ما عليك سوى الاحتفاظ به. كذلك يا جماعه لو توجهنا
للمقايضة وكذلك للرواد فلازلت لحد الساعة لم أغير التوكن الخاص بالحدث السابق الحدث الأبطال يا جماعة، فما عليه سوى تغيير هو يعني كما تلاحظوا لازلت أمتلك، فيعني هنالك بعض الأصدقاء لا يعلموا أنهم يمتلكون كذلك التوكن فلازلنا نحتفظ به يا جماعة، ما عليك سوى تغييره وصرفه في حدث الرواد. أما كذلك بالنسبة لحدث النجوم ستار باس فلازلت لحد الساعة أحتفظ بها، ولنكون صريحين فسوف تأتي فترة سوف نحتاجها خصوصا عندما نكون أو عندما ينزل حدث التوتس، فغالبا سوف أصرف كل النجوم الخاصة بستار باس وكذلك بالتوكن الرواد وأغيرها للتوكن الخاص بحدث التوتس لكي أحصل بشكل سريع على كل الجوائز الموجودة فيه يا أساطير. وشيء آخر يا أساطير ضروري الانتباه معه وهو المقايضات، فحرفيا هذه المقايضات تأخذ منك كمية كبيرة من اللاعبين، أنصحكم يا أساطير بالابتعاد عن عمل هذه المقايضات خصوصا في هذه الأسابيع القادمة لأنه فقط تبقى أسبوعين لنزول حدث التوتس، بالتالي حاول أن تتفادى أن تعمل هذه المقايضات. أنصحكم يا أساطير بأن تعملوا مقايضة واحدة هي هذه المقايضة، حاولوا تختيم مقايضتين من هذه المقايضات فهي تقريبا أفضل مقايضة من حيث الحظ يا جماعة، فهذه تقريبا مقايضة أسطوري أسطوري جدا يا جماعة. بالنسبة لكل هذه المقايضات فلا أنصحكم بها ولو أن الأوفر عالي يا شباب، أنصحكم يا جماعة بالاحتفاظ باللاعبين لأنه بمجرد نزول حدث التوتس فسوف تكون هنالك معه مقايضة أسطورية، حاول أن تستغل هذه الأسبوعين المتبقين في تجميع اللاعبين، احتفظ باللاعبين 86 87 88 89 حتى اللاعبين 90 لأن المقايضة سوف تكون أسطوري أسطوري جدا في حدث التوتس. هذه نصيحة لن يقدمها لك ولا أحد يا جماعة، حرفيا لا تعمل ولا مقايضة من هذه المقايضات باستثناء هذه المقايضة 89 و97، حاول قدر الإمكان تجميع اللاعبين لأن المقايضة في حدث التوتس سوف تكون أسطورية وسوف تستفيد بلاعبين أعلى أوفر من اللاعبين الذين سوف تحصل عليهم من هذه المقايضة يا جماعة. وخلونا ننتقل للنقطة الموالية، أما بالنسبة للنقطة الموالية وهي هل أبيع التشكيلة الخاصة بي أم لا يا أساطير، حرفيا يا أسطورة هذه أفضل توقيت لكي تبيع أي لاعب تمتلكه، ولكن هذا اللاعب أن يكون غالي، يعني إذا كنت تمتلك لاعب رخيص فليس هنالك ضرورة أن تقوم ببيعه، لكن يا أساطير حرفيا قد وصلوا كل اللاعبين لأعلى سعر خاص بهم وحدث التوتس تبقى له فقط يعني حوالي أسبوعين، بالتالي كن متأكد أن الأسبوع الأخير سوف تجد أن الأسعار الخاصة باللاعبين كلها قد انهارت، الكل يحاول بيع اللاعبين الخاصين به، لكن يا أسطورة استغل الفرصة قبل فوات الأوان. لو دخلنا لأي بطاقة بشكل عشوائي مثلا البطاقة الخاصة بكليان فأعتقد أن قد وصلت لأعلى سعر خاص بها يا جماعة، لو توجهنا لبطاقة بلانك كما تلاحظون قد وصلت لأعلى سعر خاص بها، لو دخلنا لبطاقة إدرسون كذلك قد وصلت لأعلى سعر خاص بها، فكونوا متأكدين يا جماعة أن كل البطاقات يعني إذا كنت تمتلك أي لاعب غالي حاول أن تقوم ببيعه لأنك سوف تكسب من خلاله الملايين الملايين من الكوينز وسوف توفر عليك أكثر من 15 مليون في البطاقة، لأنه إذا كنت تمتلك بطاقة مثلا كيليان وقمت ببيعها الآن فبعد مرور أسبوعين أو قبل نزول حدث التوتس يا جماعة سوف تجد أن سعر هذه البطاقة قد نزل بأكثر من 30 أو 40 مليون، لذلك هذه ال 40 مليون أنت سوف تحتاجها يا أسطورة، بالتالي أي لاعب دخلت له سوف تجد أن السعر الأعلى قد وصل له فعلا، لذلك هذه تقريبا أحسن فترة لكي تقوم ببيع اللاعبين كما تلاحظون، أي لاعب دخلته سوف تجد أنه قد وصل لأعلى سعر خاص به، بالتالي ما عليك سوى بيع أغلى لاعب تمتلكه وحاول أن تقوم بتجميع اللاعبين الخاصين بك. لماذا أقول لك هذا؟ لأن بمجرد نزول حدث التوتس فإن الأوفرات سوف ترتفع، أقل أوفر سوف تجده في حدث التوتس غالبا سوف يكون بين 99 و98 وأغلب الأوفرات الخاصة بالتشكيلة سوف تصل ما بين 103 إلى 104 يا جماعة، فبالتأكيد إذا كنت تمتلك 300 مليون وقمت بالاحتفاظ بها بعد نزول حدث التوتس فحرفيا سوف تحصل على أغلى اللاعبين بأعلى الأوفرات، لأنه بعد نزول حدث التوتس لن تستطيع بيع اللاعبين لأن الكل سوف يحاول بيع اللاعبين الخاصين به لكي يحصل على اللاعبين الجدد ويقوم برفع التشكيلة الخاصة به، بالتالي كما أنصحكم دائما هذه أفضل فترة لكي تقوم ببيع اللاعبين وتجميع الكوينز فيها والاحتفاظ به، لأنه بمجرد نزول حدث التوتس سوف تكون هنالك إمكانية لكي تقوم بشراء أي لاعب تختاره من الماركت ولن تعاني في بيع اللاعبين الخاصين بك عند نزول الحدث أساطير. بالتالي كما أقول لكم دائما حاول أن تقوم بشراء أعلى اللاعبين من حيث الأوفر، لأنه مثلا أوفر 96 لم تعد له ولا قيمة بمجرد نزول حدث التوتس، أوفر 97 أوفر 95 سوف يصبحون يعني رخيصين رخيصين جدا لأن الأوفرات سوف تصبح أسطورية جدا بمجرد نزول حدث التوتس، من دون الحديث عن بطاقة الألتيميت توتس يا جماعة التي تكون دائما أعلى أوفر من البطاقة العادية، فكونوا متأكدين أن الأوفر سوف يتراوح ما بين 98 و99 في بطاقات التوتس العادية أو البطاقة الألتيميت الخاصة بها يا شباب. أما بالنسبة للبطاقات الخاصة بحدث التوتس فكما كنت قد سربتها لكم بالأمس في مجموعة من البطاقات فهذه البطاقات حرفيا سوف تكون أسطوري أسطوري جدا يا جماعة، لا من حيث الألوان لا من حيث الشكل، فحرفيا بطاقة التوتس سوف
فتصبح أسطورية. الآن خلونا ننتقل لاستعراض البطاقات الخاصة بكل الدوريات، لأنه كما تعلمون فالبطاقات الخاصة بحدث التوت نأخذ أفضل اللاعبين في كل الدوريات، مما يمكننا من أن نحصل على أفضل 11 لاعب. لذلك سوف أقدم لك يعني تشكيلتين في دوريات مختلفة، وأعطيني رأيك يا أسطورة، هل فعلا هم أفضل اللاعبين في كل الدوريات أم لا يا جماعة؟ فأول دوري معنا وهو الدوري الإنجليزي، فهذه تقريبا أفضل بطاقات في كل الفرق في الدوري الإنجليزي يا جماعة. معنا بطاقة صليبة، معنا بطاقة فان دايك، معنا بطاقة رايس، وبطاقة رودري، وبطاقة فودين، حرفيا أفضل خط نص يعني أشاهده لحد الساعة يا جماعة. ومعنا بطاقة صلاح وبطاقة هالاند، ومعنا النجم الساطع القازم بطاقة بالمر، حرفيا واحد من نجوم البلوز يا جماعة، يسجل بالثلاثة بالأربعة في كل مباراة رغم صغر سنه يا جماعة. فحرفيا هذه البطاقة سوف تصبح أسطورة جدا يا شباب. هذا فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي. الآن معنا الدوري الألماني يا جماعة، فحرفيا هذه تقريبا أفضل تشكيلة في هذا الدوري. معنا بطاقة كوبيل وبطاقة طه وبطاقة هاملز في الدفاع يا شباب، معنا بطاقة غريمالدو وكذلك فريمبونغ في الأظهر يا جماعة، معنا بطاقة شاكا وبطاقة موسيالا وبطاقة ويرتز. أما بالنسبة للهجوم فالهجوم نار يا شباب، معنا بطاقة ساني وبطاقة هاري كين يا جماعة، حرفيا يعني دوري أسطوري جدا يا شباب. وآخر دوري معنا دوري الأساطير يا شباب، نعم يا جماعة دوري الليج يا شباب، معنا أسطورة الأساطير في حراسة المرمى الحارس أوبلاك يا شباب، معنا الراوخو إلى جانبه روديغر، حرفيا ثنائي جبار جدا يا شباب. بالنسبة للأظهر معنا بالج، أما بالنسبة لخط النص حرفيا أقوى خط نص يا شباب، فالفيرج إلى جانبه كروس، وإلى جانبهما بيلينغهام يا جماعة، حرفيا يعني اكتبوا لي يعني من هو أفضل خط النص، هل هو الخاص بالدوري الإنجليزي أو الخاص بالدوري الإسباني يا شباب. أما بالنسبة للهجوم فمعنا فيني والصافي وغريزمان كرأس حربة يا شباب، فكلا هذه التشكيلات يعني غالبا سوف نأخذ لاعب من كل دوري يا جماعة حتى نكون يعني تشكيلة ب 11 لاعب نفس الطريقة الخاصة بالطوت يا شباب. كذلك سوف يكون لنا لاعبين احتياطيين يا جماعة، فعلى الأغلب كل هذه البطاقات سوف تنزل معنا في حدث الطوت يا شباب، حرفيا سوف يكون حدث أسطوري يا جماعة، خصوصا الكل متشوق من أجل نزول هذه البطاقات بأعلى أوفر من أجل تجربته أساطير. دون أن ننسى البطاقة الخاصة بفريق، البطاقة القادمة هي بطاقة إيزاك يا جماعة بأوفر 92، حرفيا واحد من بين أفضل المهاجمين بخمسة قدم ضعيفة يا جماعة، حرفيا سوف تنزل معنا هذه البطاقة في المقايضات، لمن يرغب في الحصول على هذه البطاقة فسوف تكون متوفرة في المقايضات يا أصدقاء. لذلك أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أفادكم ولو بالقليل أساطير. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، شكرا لكم على المشاهدة.